مدبولي يبحث تيسير دخول وخروج المستثمرين والبضائع إلى سيناء ويتابع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات. وزير الخارجية يشهد الإعلان عن إقامة منطقة لوجستية مصرية في رواندا ويؤكد انخراط القاهرة النشط في القارة الإفريقية. وبوريل يدعو لفرض عقوبات على سموتريتش وبنغفير بعد دعوتهما لقطع المساعدات عن الفلسطينيين ويعتبروها جريمة حرب. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بشان تيسير اجراءات ودخول وخروج المستثمرين والبضائع من والى سيناء. واكد مدبولي ان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو بحث سبل تيسير اجراءات الدخول والخروج الى سيناء في ظل جهود الدوله لجذب الاستثمارات لها، خاصه منطقه شرق بورسعيد، في ضوء الفرص والمزايا الواعده التي تتمتع بها هذه المنطقه. أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس لخدمة أهالي المحافظة. وخلال اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات، مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وجه مدبولي بالإسراع في معدلات التنفيذ مع مراعاة الجودة. كما أوضح مدبولي أنه يتم تنفيذ ما يزيد على 13,000 وحدة سكنية في إطار مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات، موجها بسرعة طرح الوحدات التي تم تنفيذها للحجز. التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعرب مدبولي عن الحرص على التعاون وبناء مسارات من التواصل المستمر مع الجهاز من منطلق دوره المهم في تقييم الأداء وتصويب أي إجراءات بما يسهم في تحقيق المصلحة العليا. تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام، وأكد مدبولي أن الزيارة تأتي بعد الاجتماع الذي عقده أمس لمتابعة الأعمال المنفذة بالنظر إلى أهمية تلك المنطقة الأثرية كوجهة جذب رئيسية للسياحة الوافدة. واعتبر مدبولي أن أعمال التطوير المنفذة على النحو الذي يتناسب مع القيمة الحضارية للمنطقة الأثرية يسهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين وإحداث أثر إيجابي يدفعهم لتكرارها والترويج لها في بلدانهم. صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة دفعة يناير من عام 2025. تتضمن الشروط العامة للقبول أن يكون المرشح ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك. نظمت القوات المسلحة معرضا لدعم التصنيع المحلي لقطع الغيار ومستلزمات التأمين الفني لمختلف أسلحة ومعدات قوات الدفاع الجوي. وأكد اللواء أركان حرب ياسر الطوضي قائد قوات الدفاع الجوي ضرورة تطويع التكنولوجيا الحديثة لتعظيم دور التصنيع المحلي لتلبية احتياجات القوات المسلحة،
كضرورة ملحة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني. وألقى اللواء أركان حرب محمد عدلي رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا لتصنيع قطع الغيار لتضاهي المنتجات العالمية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية بالدولة. تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 324 لسنة 2024 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن المحكوم عليهم المشمولين بالقرار من كافة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، وذلك وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوز تنجا. في خطوة إنسانية تعزز من القيم الاجتماعية والوطنية وتراعي الظروف الإنسانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 2024 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي خطوة بعثت الأمل والحياة في المفرج عنهم، خاصة أنها لا ترتبط بمناسبة وطنية مثل باقي قرارات العفو، وإنما جاءت استثنائية ببعد إنساني. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوز تنجا. يا مصر وفيت بوعدك بالإنسانية، ستمائة وخمسة نزيلا بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي وفقا للمراجعات القانونية من لجان العفو الرئاسي التي شكلها قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لتحديد المستحقين للعفو. أقيمت لهم احتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل، عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الاستثنائي الذي فتح لهم باب أمل وحياة. العفو الرئاسي اللي عمله الأستاذ الرئيس ده دليل إن هو فاكرنا ومهتم بينا جدا. ويعني إحنا مش عارفين نقول له إيه يعني بصراحة يعني. كتر ألف خيره على اللي بيعمله معانا وفي البلد وفي كل حتة. بالنسبة لقرار السيد الرئيس، لما هذا القرار كأنه أحيا الإنسان من جديد. واحنا بنحمد ربنا ان ربنا احيانا من جديد، وفرحه لا وصف لها. دي حاجه انا دموع بتنزل من عينيا انا واحد لوحدي من الفرحه. ربنا يخليك يا ريس، ربنا يخليه، ربنا يخليه. اللي عمله معانا ده ما حصلش قبل كده في سجون مصر كلها. الرئيس السيسي يكفي شر المرض ويرضيه زي ما رضانا يا رب. جبر بخاطرنا وفرحنا، بس كناش مصدقين برضه يعني حس بينا وفكر فينا ان احنا كبار السن مش مستحملين. فرحانه جو 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 فرحانه يا سيسي جو اللي انت مطلعتني العيال، ويجبر خاطرك ويخليك. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب لك يا رب. أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي أعدتهم للاندماج في المجتمع وفقا لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعي حقوق الإنسان والسعي نحو تحقيق الأفضل في حياتهم الجديدة في وطن يحترم ويستوعب الجميع. الراجل ده حس بينا وتعبنا. الراجل ده ربنا ينصره على من يعاديه يا رب. يا مصري وفي إنسانية فتحت باب علمني معنى الحياة. شكر للي نادى وادى فرصة للحياة. وقد شهد محيط مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات تجمع أهالي المفرج عنهم
الذين استقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم وثمنوا غالياً القرار الرئاسي الذي يعد مفاجأة لهم بكل المقاييس ويجسد استراتيجية الجمهورية الجديدة في احترامها لكرامة وحق الإنسان. احنا بنشكر الرئيس على الفرحة دي. متشكرين للسيسي. متشكرين للسيسي. بدل قرار أهم قرار في حياتي كلها. ألف شكر يا رئيس. اللي انت روحتنا للعيال. ربنا يخلي لينا ويبارك له ويخلي لينا ويطلع لأختي. الحمد لله. ربنا يخليك لمصر. أيوه. وربنا يعينه. أحلى حاجة عملتها اللي أنت طلعتنا أمنا بالسلامة. ربنا يخليك لينا يا رب. قولي له ما تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا جمهورية مصر العربية. عيش السيد الرئيس. على عفو كبار السن. عبد الفتاح السيسي احفى عنا في الدنيا. ربنا يحفى عنا في الآخرة. الله أكبر. ربنا يحفى عنا في الآخرة. كيف عفى عنا في الدنيا. الله أكبر. الله أكبر. قرار رئاسي إنساني يرتكز على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفرصة لإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع بشكل إيجابي ويجسد حرص الدولة على دعم القيم الإنسانية والاجتماعية. فرحة كبيرة بين المفرج عنهم وذويهم بهذا القرار الرئاسي ذو البعد الإنساني بالإفراج عن عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من كبار السن والحالات المرضية. هذا القرار الرئاسي يؤكد على البعد الإنساني في السياسة العقابية التي تسعى إلى سرعة دمج المفرج عنهم في المجتمع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. الخارجية بدر عبد العاطي انخراط مصر النشط في القارة الأفريقية من خلال العضوية الحالية في مجلس السلم والأمن الأفريقي وكذا الدور الفاعل الذي لعبته القاهرة خلال رئاستها لكوميسا. جاء ذلك خلال مباحثات عقدها مع أوليفييه ندوه نيجريه وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي على هامش زيارة عبد العاطي الحالية للعاصمة الرواندية كيغالي. شهد اللقاء مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر ورواندا في مجال النقل، كما تم الإعلان عن تخصيص قطعة أرض لصالح مصر بالقرب من الحدود مع تنزانيا، وذلك من أجل إقامة منطقة لوجستية مصرية. أشاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي بما تشهده مصر ورواندا من انتعاشة في مجمل العلاقات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري على ضوء عضوية البلدين في الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وخلال لقائه عدد من رجال الأعمال في رواندا استعرض عبد العاطي الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز التعاون الثنائي، منها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين هيئة الدواء المصرية ونظيرها للغذاء والدواء الرواندية، الأمر الذي سيسفر عن نفاذ المنتجات الدوائية المصرية بسهولة إلى السوق الرواندي. أدانت مصر الهجومين الإرهابيين المنسوبين لإحدى الجماعات المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي بمقاطعة كيفو الشمالية في شرق الكونغو الديمقراطية، وهو ما أسفر عن 18 قتيلا و14 مفقودا حتى الآن. وفي بيان لوزارة الخارجية أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة وأسر الضحايا والمفقودين، معربة عن تضامنها مع الكونغو الديمقراطية ودعمها لكافة جهودها الهادفة لمكافحة الإرهاب وتعزيز أمنها واستقرارها. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن.
انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية في غزة جثماني شهيدين من الأحياء الغربية لمدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع. هذا وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال نسفت مربعا سكنيا في بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 39,897 فلسطينيا وإصابة 92,152 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام في الطرقات. أثنت اليابان على الجهود الدبلوماسية القوية التي تبذلها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر لحل الأزمة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأكدت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو أن طوكيو تدعم بقوة البيان المشترك الصادر عن قادة مصر والولايات المتحدة وقطر والجهود التي تبذلها الدول الثلاث في هذا الإطار. كما حثت اليابان بقوة جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة والعمل بشكل مضطرد نحو إطلاق سراح جميع المحتجزين والتوصل لوقف إطلاق نار مستدام. دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بتسليئيل سموريتش وإتمار بن غفير. وقال بوريل إن بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، يدعو وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين، كما هو الحال مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش التي تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب. Foreign policy of the European Union and disqualifying. قال فيليب لازاريني مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن الأعضاء في اتفاقيات جنيف فشلوا بتحمل مسؤولياتهم في احترام قواعدها وضمان احترام أطراف الصراع لها، بما في ذلك حماية المدنيين والمدارس والمستشفيات. جاء ذلك في بيان نشره لازاريني على حسابه عبر منصة إكس تعقيبا على قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة التابعين بمدينة غزة في مجزرة خلفت أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى، حيث سلط لازاريني الضوء على أنه خلال الأشهر العشرة الماضية تم انتهاك هذه القواعد بشكل صارخ يوما بعد يوم في قطاع غزة. تحل اليوم الذكرى 75 لاتفاقيات جنيف، وهي مجموعة من 4 اتفاقيات دولية تمت الأولى منها عام 1864 وآخرها في عام 1949، تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب. وانضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، أي عموم دول العالم تقريبا، ما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولا وجزءا أساسيا من القانون الدولي الإنساني. We'll be right back.
يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة رسمية إلى موسكو بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال سفير فلسطين لدى روسيا إنه من المقرر أن يجتمع عباس مع بوتين غدا لبحث سبل دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة. استقبل معبر رفح البري اليوم الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة والتي وصل عددها إلى 4 شاحنات من المواد البترولية فقط، ولم تدخل اليوم أي مساعدات أخرى سواء غذائية أو طبية. في السياق ذاته تستمر قوات الاحتلال في إجراءاتها التعسفية لمنع وصول المساعدات ما بين التباطؤ والرفض والإغلاق لمنع عبور الشاحنات. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. تحياتي لكم ولكل متابعينا في متابعة لمشهد تداعيات الحرب على قطاع غزة، حيث مشهد المساعدات الإنسانية والإغاثية وأيضا المساعدات الخاصة بالمواد الغذائية ومشتقات البترول. ونحن كما نرى الآن من خلفي اصطفاف للشاحنات والعربات على جانبي الطريق وبطول الشوارع الممتدة من مدينة العريش إلى مدينة رفح بانتظار الدخول إلى معبر كرم أبو سالم ومن ثم التوجه إلى المدنيين بقطاع غزة. نتحدث عن شاحنات ربما يقابلها في الأيام السابقة والأيام المقبلة وطيلة الفترات السابقة حالة من التعنت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل في عدد من الأوجه، أحيانا الرفض وأيضا التباطؤ وأيضا الإغلاق للمعابر من قبل الجانب الاحتلال الإسرائيلي. هذه الشاحنات التي توجد بطول الطرق وأيضا الشوارع المؤدية إلى معبر رفح البري ومن ثم توجه إلى معبر كرم أبو سالم بها العديد من المواد، نتحدث عن مواد غذائية وأيضا طبية وإغاثية، ونتحدث أيضا عن مشتقات البترول. وعلى سبيل المثال معبر رفح اليوم لم يستقبل سوى 4 شاحنات خاصة بمشتقات البترول وتحديدا من الغاز، وهذا يؤدي ويؤكد بشكل كبير جدا على حالة التعنت وأيضا الرفض والإغلاق الإسرائيلي لاستقبال هذه المساعدات الإنسانية تجاه المدنيين بقطاع غزة، رغم التحذيرات الكبيرة من المؤسسات الدولية والأممية بحالة نقص المياه والكهرباء وأيضا حالة التي سوف تؤدي إلى مجاعة داخل قطاع غزة مع استمرار للقصف والغارات العنيفة والكثيفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا الطيران الإسرائيلي داخل قطاع غزة. هذا هو المشهد، اصطفاف وانتظار طويل الأمد من قبل الشاحنات والعربات على جانبي الطرقات وأيضا الشوارع المؤدية من مدينة العريش إلى معبر رفح البري بانتظار التوجه إلى معبر كرم أبو سالم ومن ثم الدخول إلى قطاع غزة. هذه الشاحنات يقابلها بشكل كبير خلال الأيام السابقة حالة من التعنت الكبير والرفض والتأجيل وربما أيضا الإغلاق للمعابر من خاصة من الجانب الإسرائيلي. عودة إليكم. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو إيران لعدم شن هجمات على إسرائيل وسط تحذيرات من تصاعد التوتر في المنطقة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 3 أشخاص بجروح جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة كفر كلا الواقعة في جنوب لبنان، ونددت السلطات اللبنانية بالهجوم مشيرة إلى أنه يشكل انتهاكا لسيادة لبنان وتصعيدا خطيرا في النزاع المستمر. تأتي هذه الغارة في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله
خاصة بعد سلسلة من الاشتباكات والقصف المتبادل على طول الحدود الجنوبية للبنان. قال زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية إنهم يدعون إيران وحلفائها للإحجام عن شن هجمات على إسرائيل من شأنها أن تصاعد التوتر وتعرض فرص التوصل لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين للخطر. وشدد البيان على أن السكان في قطاع غزة يحتاجون إلى إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل، لافتا إلى العمل مع جميع الأطراف لمنع التصعيد وتهدئة التوترات وإيجاد سبيل نحو الاستقرار في غزة. أعلنت الخطوط الجوية السويسرية تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت، إضافة إلى تجنب المجال الجوي فوق إيران والعراق وإسرائيل حتى 21 من أغسطس الجاري. بدورها أيضا أعلنت مجموعة لافتهانزا الألمانية للطيران تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل وتجنب المجال الجوي لإيران والعراق حتى 21 من أغسطس في ظل المخاوف من التوتر في الشرق الأوسط. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن أمر بإرسال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن والغواصة جورجيا إلى الشرق الأوسط. في سياق متصل نقل إعلام رسمي إيراني عن وزير الخارجية الإيراني علي باقيري تأكيداته لنظيره الصيني على حق طهران في رد مناسب ورادع على إسرائيل لضمان الاستقرار الإقليمي. في ظل حالة التوتر التي تشهدها المنطقة واحتمال قيام إيران وحلفائها بشن هجمات على إسرائيل، أعلنت الولايات المتحدة إرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن والغواصة جورجيا للشرق الأوسط. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قالت إن وزير الدفاع لويد أوستن بعد اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أمر الوزير الأمريكي بتسريع إرسال حاملة الطائرات والمجموعة المرافقة لها إلى المنطقة. أوستن أكد التزام الولايات المتحدة باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل، وأشار إلى تعزيز وضع القوة العسكرية الأمريكية وقدراتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ضوء تصاعد التوتر بالمنطقة. وكان الجيش الأمريكي قد قال بالفعل إنه سينشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في الشرق الأوسط مع سعي واشنطن لتعزيز الدفاعات الإسرائيلية. وتأتي حالة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران في 31 من يوليو الماضي، بالإضافة إلى مقتل القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في غارة على بيروت. وقد أثار اغتيال هنية وشكر مخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، حيث قالت إيران إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن اغتيال هنية بسبب دعمها لإسرائيل. وتتوقع إسرائيل ردا من إيران في أي لحظة، وتعد لصده برفع حالة الجاهزية العسكرية والصحية. وتسود تقديرات في إسرائيل إلى أن الهجوم الإيراني سيكون أقوى من الهجوم الذي نفذته طهران سابقا، ليفاقم غموض الرد الإيراني التوتر الإسرائيلي ويضع الشرق الأوسط على برميل من البارود. قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريالو إن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع ستمضي قدما في جنيف هذا الأسبوع، ولم يتضح بعد ما إذا كان وفد من الجيش السوداني أو الحكومة ستنضم إلى المحادثات. في ما يتعلق بالوساطة التي نقوم بها، ولكن ما أستطيع أن أقوله هو أننا واضحون كل الوضوح بأن الأولوية في هذه العملية تتمثل في توصل لوقف للأعمال العدائية وسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وهذا ليس المكان المناسب للحوار السياسي الذي يريد السودانيون أن يجري
دون هذه الأطراف. طبعا عندما ندخل الاعتبارات السياسية في هذه المعادلة فهذا يطيل أمد الصراع وليسهل المساعدات الإنسانية. أوضحنا أنهم من خلال مواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار في العالم فإن ذلك يوفر سببا لدعوة أطراف الصراع بصفتهم العسكرية وبناء على الاعتبارات العملية. ونبقى في الشأن السوداني، حيث أعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أملها في أن تفضي محادثات السلام في السودان والتي من المقرر أن تنطلق هذا الأسبوع في سويسرا إلى إجراءات إنسانية ملموسة. وأعربت المسؤولة الدولية عن أملها في أن تؤدي المحادثات إلى اتفاقات تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية وبوصول أفضل إلى السكان المتضررين. في الأثناء حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من أن السودان وصل إلى نقطة انهيار كارثية مع توقع تسجيل عشرات الآلاف من الوفيات التي يمكن تفاديها جراء الأزمات المتعددة. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت اليمن في الأيام الماضية إلى 57 شخصا فضلا عن وجود آخرين في عداد المفقودين. وفي بيان للمنظمة الدولية للهجرة أكد أن الفيضانات التي بدأت في أواخر يونيو الماضي تسببت في تضرر 34 ألف أسرة. وأحضر القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة في اليمن مات هوبر من أن تلبية احتياجات المتضررين ستكون محدودة للغاية بدون دعم كبير ومستدام من المانحين والشركاء الدوليين. قال حاكم منطقة كورسك الروسية إن أوكرانيا تسيطر على 28 تجمعا سكنيا في المنطقة الحدودية. وأضاف المسؤول الروسي أن القوات الأوكرانية تقدمت لمسافة 12 كيلومترا داخل الأراضي الروسية في توغل بدأته في 6 أغسطس الجاري. كما أكد المسؤول الروسي أن الهجوم الأوكراني أسفر عن مقتل 12 مدنيا على الأقل وإصابة 121 آخرين، مشيرا إلى أنه تم إجلاء 121 ألف شخص من المنطقة الحدودية مع أوكرانيا بسبب التوغل المسلح لقوات كييف فيها. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا تحاول تحسين موقفها التفاوضي بهجومها على منطقة كورسك الروسية. واتهم بوتين كييف بمحاولة تقويض استقرار روسيا بتوغلها في منطقة بجنوب البلاد، منوها إلى أنها لن تنجح في هذا الهجوم وأن موسكو سترد عليه بشدة. يبدو أن كييف تهدف إلى تحسين مواقفها التفاوضية في المستقبل. حسنا، ما هو نوع المفاوضات التي يمكن أن نتحدث عنها مع الأشخاص الذين يشنون ضربات عشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية ويحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية؟ المهمة الرئيسية الآن هي طرد القوات الأوكرانية. إن وتيرة العمليات الهجومية التي تقوم بها القوات الروسية لم تنخفض فحسب، بل على العكس من ذلك زادت بمقدار مرة ونصف. تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع حريق في نظام التبريد في محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية. ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل من روسيا وأوكرانيا إلى وضع حد لمثل هذه الهجمات غير المسؤولة تجنبا لأي تهديد لأمن المنشأة وسلامتها النووية. اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا على خلفية نشوب حريق في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس من عام 2022، وتقع المحطة على ضفاف نهر دنيبرو الذي يعد خط تماس طبيعي بين طرفي الحرب. الإدارة الروسية للمحطة قالت إن حريقا شب في المنشأة نتيجة هجوم مسيرة أوكرانية وتم إخماده دون تأثير على عمل المحطة، بالإضافة إلى أن جميع وحدات الطاقة الست في وضع الإغلاق البارد
ولا يوجد انفجار أو أي تهديد آخر، مؤكدة أيضاً أن الوضع الإشعاعي بالمحطة طبيعي. في المقابل قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن القوات الروسية أشعلت حريقاً في الأراضي الخاصة بمحطة زابوريجيا، داعياً العالم والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التحرك لمواجهة الهجمات الروسية على المنشآت والبنية التحتية الأوكرانية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهتها دعت طرفي النزاع إلى الامتناع عن أي عمل عسكري يهدد أمن المنشأة، وقالت إن خبراءها أكدوا تعرض المحطة النووية لهجمات بطائرات مسيرة دون أن تنسب هذه الهجمات إلى أي طرف منهما. الهجوم الأخير لم يكن الأول من نوعه، حيث شهدت المحطة حوادث مشابهة منذ سيطرة القوات الروسية على المنطقة في أعقاب الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في أواخر فبراير من عام 2022. في أول مقابلة تلفزيونية منذ انسحابه من الانتخابات، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه اتخذ قراره بعد ضغوط مارسها أعضاء من حزبه الديمقراطي وبدافع تصميمه على إلحاق الهزيمة بدونالد ترامب. في مواجهة المعسكر الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة للولايات المتحدة، يتواصل الحشد الديمقراطي خلف المرشحة الرئاسية كاملا هاريس في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ انسحابه من الانتخابات أكد أنه اتخذ قراره بعد ضغوط مارسها أعضاء في حزبه الديمقراطي وبدافع تصميمه على إلحاق الهزيمة بترامب. بايدن صاحب 81 عاما بقي بعيدا عن الأضواء منذ أعلن انسحابه من الانتخابات في 21 يوليو الماضي، بعدما أثار أداؤه الذي وصف بالكارثي خلال مناظرته مع ترامب ما يشبه انتفاضة ضده في صفوف الديمقراطيين. بايدن أقر في المقابلة التي سجلت في البيت الأبيض بأن أداؤه كان متواضعا في المناظرة، لكنه لا يعاني مشكلة صحية خطيرة، مشيرا إلى أن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بلوسي التي تعد شخصية مؤثرة في الحزب والتي اعتبر أن رفضها دعم حملته بشكل صريح كان مفصليا. وفيما يخص الدعم لنائبته الحالية كاملا هاريس صاحبة 59 عاما، قال بايدن إنه سينظم حملة لدعم هاريس في ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية متأرجحة مهمة في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. في المعسكر المقابل يبدو أن حملة الجمهوري ترامب الذي يكبر هاريس بنحو 20 عاما لا تزال تواجه صعوبة في تعديل استراتيجيتها بمواجهة المرشحة الديمقراطية الجديدة، حيث كان تركيزها مصبا بالأساس على عمر بايدن وقدراته العقلية. رحبت الحكومة البريطانية بالتهدئة الملحوظة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أعمال شغب اليمين المتطرف على مدى أسبوع. وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه رغم حالة الهدوء فإن الحكومة البريطانية ستبقى في حالة تأهب، خاصة وأن المواطنين ما زالوا يشعرون بأنهم غير آمنين. Come back, guys, for your own safety.
خرج حريق غابات كبير عن نطاق السيطرة على الأطراف الشمالية للعاصمة اليونانية أثينا، ما أدى إلى إصدار العديد من أوامر الإخلاء لضواحي أثينا والمناطق المحيطة بها. هذا وتسببت النيران في تصاعد سحاب دخان في سماء وسط العاصمة اليونانية، بينما أعاقت الرياح القوية جهود مئات رجال الإطفاء وعشرات الطائرات التي تسقط المياه. يذكر أن شهري يونيو ويوليو من العام الجاري كانا أكثر الشهور حرارة على الإطلاق في اليونان، التي سجلت أيضاً أكثر من شتاء حرارة لها على الإطلاق. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية، بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. وللمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مباشرة من هناك زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، أرحب بك وضعنا في التفاصيل لديك. أرحب بك مجددا يوسف من مدينة العالمين الجديدة. لازلنا نتابع الفعاليات المتنوعة. ربما يعني في الخدمة الإخبارية السابقة كنا نستعرض بعض الفعاليات المختلفة ومن خلفنا الأبراج والبحر، وهذا ما يميز مدينة العالمين الجديدة، لكن الفعاليات مختلفة ومتنوعة وتتواجد على أرض مدينة العالمين الجديدة، منها ما نتواجد فيه حاليا في مدينة العالمين في منطقة أرض المعارض، ونتابع معكم هذا التواجد المهم لمعرض تنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. فعالية مهمة وتواجد مهم للسيدات الرائدات في الأعمال اليدوية المختلفة لتسويق منتجاتهن. هذا المعرض الذي يتواجد على مساحة 2000 متر يشمل عدد من السيدات العارضات، نتحدث عن 76 سيدة ما بين أسر منتجة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وما بين رائدات أعمال بالمجلس القومي للمرأة. نتحدث عن كل المنتجات اليدوية المختلفة، والحقيقة رأينا يعني الإبداع المختلف في المنتجات المعروضة. نتحدث عن الملابس، نتحدث عن المفروشات، عن الإكسسوارات، عن الأعمال الخشبية المختلفة والنحاس. نتحدث أيضا عن مشاركة بعض المبادرات الوطنية المهمة الموجودة، ونتحدث على سبيل المثال كما يظهر من خلف مبادرة نورة، هذه المبادرة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة وتأتي تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات في سن مبكر وتدريبهن على الأعمال المختلفة. يتواجد عدد كبير أيضا من العارضات للمحافظات المختلفة مثل أسوان وسيوة، وعرض المنتجات التراثية لهذه المحافظات. أرض المعارض هي منطقة جديدة تتواجد في النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة أمام المنطقة الشاطئية، التي تشهد أيضا عدد من الفعاليات المختلفة، وربما اليوم ستعود الفعاليات الخاصة بوزارة الثقافة الخاصة بفرق التنورة وأيضا الفنون الشعبية المختلفة، بالإضافة إلى الملاعب أيضا في المنطقة الشاطئية التي تستضيف عدد من الفعاليات الرياضية خلال هذا الأسبوع. وهذا
وهذا المعرض سيستمر حتى 25 أغسطس الجاري، وهو محطة للجولات التفقدية التي يأتي إليها كل الزائرون وكل المسؤولين من مختلف المؤسسات والوزارات المختلفة، وهذا أيضا نتيجة التعاون المثمر بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة والعديد من الفعاليات القادمة التي سنشاهدها وسنتابعها معكم في مدينة العلمين الجديدة. الآن أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو يوسف. زميلي محمود جميل كنت معنا مباشرة من العلمين الجديدة، شكرا جزيلا لك. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. أخبار المال والأعمال والجولة الاقتصادية ومصطفى مزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف عبدين، شكرا سارة نجيب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. التقى نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير وفد شركة تي سي اس سينمار الهندية للكيماويات، واستعرض الاجتماع اهتمام الشركة بإنشاء محطة جديدة لاستقبال ونقل الإيثيلين بميناء غرب بورسعيد بإجمالي استثمارات 150 مليون دولار. تعد شركة تي سي اي سينمار للكيماويات من أكبر الاستثمارات الهندية العاملة في السوق المصري بحجم استثمارات يبلغ 1.5 مليار دولار، كما تعتبر من أكبر منتجي مادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أكد وزير البترول كريم بدوي أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب ولجان النوعية المتخصصة في الملفات المتعلقة بصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب. وأكد بدوي أن الوزارة تعمل على محاور مختلفة لدعم جهود زيادة الإنتاج كأولوية لا بديل لها لتقليل فاتورة الاستيراد. خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها للنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، أرجعت ذلك إلى بيانات أضعف من المتوقع للنصف الأول من العام وتراجع توقعات لاقتصاد الصين. قلصت المنطقة توقعاتها للعام القادم وتوقعت في تقرير لها على أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا في العام الجاري، انخفاضا من توقعاتها الشهر الماضي بنمو قدره 2.25 مليون برميل يوميا. أطلقت الصين أكبر طائراتها المسيرة للشحن حتى الآن والمصممة للاستخدام المدني. وفقا لمصادر صينية فإن الطائرة ذات المحركين انطلقت بحمولة يبلغ وزنها 2 طن في رحلة مدتها 20 دقيقة في إقليم تشوان جنوب غرب الصين. وتختبر شركات تصنيع الطائرات المسيرة المدنية في الصين حمولات أكبر مع توقع لسلطات تنظيم الطيران أن تبلغ قيمة القطاع نحو 279 مليار دولار بحلول عام 2030 ليصل إلى 4 أمثال القيمة التي كان عليها في العام الماضي. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع يوسف وسارة. شكرا لك مصطفى. استضافت مدينة الغردقة مهرجان البطيخ في دورته الخامسة تحت شعار رسالة حب للعالم بمشاركة 120 شيفا يمثلون فنادق البحر الأحمر بهدف التنشيط والترويج للسياحة لشواطئ المحافظة. وأقيمت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية تتخللها مسابقة لإبداعات الشيفات في استخدام البطيخ في الأكلات الرئيسية والمقبلات وتزيين الموائد.
تحت شعار رسالة حب للعالم، استضافت مدينة الغردقة مهرجان البطيخ في دورته الخامسة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى. شارك في المهرجان 120 شيف يمثلون فنادق البحر الأحمر بهدف تنشيط والترويج السياحي لشواطئ مدينة الغردقة. اخترنا البطيخ لأن البطيخ الفاكهة الرطبة في الحر اللي احنا فيه دلوقت، وكبير وصغير وكل الجنسيات بتحب البطيخ، فاحنا ده الدورة الخامسة للبطيخ بعد نجاحه في الدورات اللي قبل كده، والحمد لله ان احنا قدرنا نحط مهرجان البطيخ على الأجندة، أجندة المهرجانات العالمية. النهاردة داخلة بحاجتين، انه انا هنحت على بطيخ، والحاجة التانية ان انا هعمل طبق حلواني. طبعا مش اول مرة اشارك في المسابقة دي للسنة التانية على التوالي. شاركت في المهرجان اللي قبل كده اللي هو الموسم الرابع، والنهاردة بقى الموسم الخامس والسنة التانية على التوالي اللي بشارك فيها. وأقيمت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية تخللها مسابقة لإبداعات الشيفات في استخدام البطيخ في الأكلات الرئيسية والمقبلات والنحت على البطيخ من أشكال جمالية تبهر السياح. في مهرجان بطيخ للدورة الخامسة على التوالي احنا مشاركين بأربع شوبيس جاهزين، وهنعمل واحد ضيف إن شاء الله واثنين طبق في الحلواني. مهرجان البطيخ الذي يقام للمرة الخامسة ترأسه لجنة تحكيم من أمهر شيفات معتمدين في التحكيم الدولي، وحضره عدد كبير من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية في صورة مشرفة للسياحة في مصر ورسالة حب للعالم من شواطئ الغردقة. انتهت أخبارنا وبقي التذكير بالعناوين. مدبولي يبحث تيسير دخول وخروج المستثمرين والبضائع إلى سيناء، ويتابع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى. وزير الخارجية يشهد الإعلان عن إقامة منطقة لوجستية مصرية في رواندا، ويؤكد على انخراط القاهرة النشط في القارة الأفريقية. بوريل يدعو لفرض عقوبات أوروبية على سموتريتش وبن غفير بعد عودتهما لقطع المساعدات عن الفلسطينيين، ويعتبرها تحريضا على ارتكاب جرائم حرب. نهاية نشرة السادسة قدمناها لكم من التلفزيون المصري. شكرا طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.